ورحمة الله وبركاته بتحية الإسلام. معاكم محمود تاني من ستور بتاع أدوات الصيد، وهنكمل بقية الفيديو الأولاني اللي احنا ما كملناش. نبدأ هنا اهوت. احنا اللغة اللي فاتت ورينا الجزء الأولاني اللي هو بتاع الروكات والويت واللاين والحاجات اللي هي التانية، تمام؟ هنخش هنا اهوت. معانا دوت بيقولوا عليه الغماز، في جميع انواع الغمازات هنا اهوت، ماشي؟ كلهم مختلفين، وكل واحد طبعا على حسب ايه، على حسب راحته، يعني الحاجه اللي هو ايه اللي بيحب يستعملها. هم كلها حاجات مختلفه، كلهم اشكال مختلفه، ماشي؟ والاسعار بتاعتها مش وحشه، 69 سنت، جميل جدا يعني، ماشي؟ وفي برضه هنا اهوت ده برضو زي بقول عليه زي تروبل هوك، برضو ده برضو يعني جميل جدا ب 15.99 ده. بس ده يا جماعه بيستعملوه للاسماك الكبيره، الاسماك الكبيره، تمام؟ نيجي نهوت ننزل بعديه، ده برضو اصغر منه سنه، اصغر منه سنه، بس كام ب 4.99 برضو، جميل جدا. بيستعملوا برضو حاجه اسمها تراي باس، البلو فيش، برضه في بلاك فيش برضه على حسب السايد بتاعهم، لو سمك كبير صغير، تمام؟ وفي برضه هنا برضه غمازات برضه، لو رجعنا من هنا تاني، في منهم اللي هو عامل زي الكوره، في منهم اللي هو زي دوت، يعني كلها حاجات ايه؟ كلها حاجات مختلفه، وفي نفس الوقت السعر بتاعها مش وحش يعني 199، تمام؟ في منهم اصغر برضه نفس الحكايه، تمام؟ ماشي. نطلع هنا، دي جميع انواع الثلاث هوكات مع بعض من اكبرهم لاصغرهم، تمام؟ وفي برضه عندنا هنا اهوت ده برضه بيبقى حلو برضه في الاستعمال، انا استعملته برضه قبل كده، بيبقى حلو جدا بالطعم الثلاث سنون، وبيعملوا يعني نتيجه كويسه، لو حاجه ما جاتش يعني بيبقى كويس عامه، تمام؟ هنخش هنا اهوت، ده اللي انا اتكلمت برضه عليه يا جماعه، انا مش عارف ده بس كان موجود منه في مصر ولا لا، ده بيسموه هنا اهوت بيلت، البيلت دوت بيتعلق على الفيشر رود من فوق، لو مثلا لو حاجه بتضرب معاك ولا حاجه بتعرفك، بتنبئك اللي ايه اللي السناره بتتضرب، تمام؟ وفي منهم اكبر، ده برضه على اكبر وشكله مختلف، تمام؟ ماشي. نخش هنا اهوت ديت، اوكي برضه وات ذا نيوز ذس فور. That's a top water plug used for striped bass, bluefish, locally. Okay, this is like, what do you call it, it's like top. And they saying, what do you call it, you use it for like a big fish, like a striped bass, stuff like that. You know, because some stuff, like, you know, it's kind of a little bit different, so I don't know about it. So I asked my man in the store, so he gave me some ID, you know. Okay. Okay, this is all of them and it's different, what do you call it, it's different size. Okay? This is all of them and different size. And what about that right here, brother? It's an aerator. When people are getting live minnows, live minnows. Yeah. Oh, we sell live minnows for fresh water. So that's an aerator that aerates the water to keep the live minnows alive in a bucket. But you can, what do you call, you can put like a blood worm in here, right? No. It's not gonna work. You put that into a bucket of water. And basically, okay. ده يا جماعة زي بتلوت زي مطور. ده بتحطه في جردل وبتحط فيه مية، بحيث اللي أنت برضو ده إيه بيفضل يقلب لك المية، لو أنت حاطط أي حاجة لايف بيخليها لا ايه تفضل برضو ايه عايشه مده طويله، تمام؟ ونخش هنا اهوت برضو، ممكن لو دخلنا هنا اهوت دوت برضو ايه انواع صنانير برضو من اللي هي الصغيره المكنه بتاعتها، برضو يعني حاجات في منتهى الجمال هنا اهوت and very good price، يعني لو اي حد if anybody start whatever he wanna start to fishing and stuff like that، يعني جميل جدا، ماشي؟ نخش لو احنا بدأنا هنا اهوت من الأول على جميع أنواع المكن، ممكن نبدأ من هنا اهوت. في عندنا لو نزلنا كده يا جماعة شوية، جميع أنواع المكن وكله أسعار مختلفة. أنا أعرف اللي فيه البن في مصر والسعر بتاعها يعني شفته، هو هنا في امريكا يعني ارخص من مصر شويه البن. دول كلهم انواع مكن مختلفه، تمام؟ زي ما انتم شايفين حضراتكم كده الاسعار بتاعت البرايس كلها اسعار
اسعار مختلفه. تمام. لو نزلنا برضو، لو جينا برضو اللي جنبها برضو. تمام. دوت يا جماعه الماشين دوت يعني حاجه يعني عملاقه. دوت بتاع السمك بقى، السمك الكبير. ودوت نفس البن ماشين اللي انا اشتريته، هو دوت قوه الماشين بتاعه، عشان بس هو مقلوب، انا مش شايف ال اسمه دوت القوه بتاعته قد ايه، بس هو هتلاقيه معدي ال 8000، عشان المكنه زي ما انتم شايفينها كده في الصوره كبيره. تمام. دول جميع انواع الماشين بتاع الفيشنج. تمام. هنخش هنا برضو يا جماعه، برضو نفس الحكايه. في هنا هو برضو، دي برضو ايه، انواع مختلفة يعني. حتى هنا هو انا برضو يعني انا مستغرب على دوت اللي هو برضو ايه دوت اسمه دوت ابهم ماشين برضو دوت، بس انا يعني مستغرب شوية اللي السعر بتاعه 229.99. فبرضو انا هسأل برضو ايه الفكرة اللي السعر بتاعه كده عالي شوية، او ايه الفرق ما بينه وما بين المكان التاني. تمام. تمام. جميع انواع المكان زي ما انتم شايفين دوت. كل ده يا جماعة زي ما انتم شايفين جميع انواع المكن. وممكن نرجع تاني هنا اهوت. Brother question. Yes. This machine right here is what do you call it? What is the price is what do you call it? $229.99, right? Yes. What is special about it? Like, you know, it's kind of a little power or there's a few different factors. Basically, depending on reel, you're going to pay more money for better parts inside, better bearings. For that particular reel, it's very smooth and it's very lightweight. Yeah. Well, that's a جماعه اللي انا قلت لكم عليه دوت ب 229. بقول لك ال الفاكتور بتاعه مختلف، اقوى من مكان تاني. الحاجه اللي فيه بمعنى الاصح الكواليتي بتاعها احسن من المكان اللي هو رخيص. يعني انا كنت مستغرب برضه شويه عشان السو سمول، بس الفاكتوري بتاعها من جوه يعني احسن من مكنه، بقول لك اللي هو ايه يعني احسن من مكنه كبيره. تمام. ماشي. هنا اهوت ممكن ننزل هنا اهوت تاني. وده ذس وان وات يو كول ان ذس لك اوموز لك وات يو كول لك بلاد وورك فيشن بي، بس اتس لايك اتس اوموز لايك ا لايف بس نوت لايف، رايت؟ اتس نوت لايف، اتس روبر، بس ات هاز ا سنت اند ا فليفر تو ات ذات ذا فيش ار فيري اتراكتد تو. وي هاف probably 50-60 different ones. I have that different shape style. I have that in the other video. Yeah. So ده يا جماعه زي برضو ايه يعني هو زي بلاستيك، بس ليه طعم بيخلي برضو اللي ايه اللي السمك يجي عليه، تحس اللي هو ايه اكنه اللي هو يعني بحقه حقيقي، بس هو مش بحقه حقيقي، هو بس عليه فليفر بيدي تيست للايه للسمك اللي هو مثلا ايه اللي هو يجي عليه. وفي منه يعني كذا ايه كذا حاجه مختلفه برضو، مش اكتر من كذا نوع زي ما انتم شايفين كده. هو اللي يشوفه يعني اللي يشوف في الصوره يقول اللي هو بتاع دوت اللي هو حقيقي، بس هو مش حقيقي، بس حاطين له يعني ايه حاطين له ماده كده اهوت ومكونات، بحيث اللي هو يدي طعم لما تيجي تحطه في الهوكس بيدي وبترمي وتصب بيه، بيبقى ايه بيدي اسمه ايه دوت بيدي طعم. وان شاء الله هنكمل معاكم النكست فيديو ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتحية الإسلام.